يعني تحولت من 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 منظمة مبنية على فكرة واحدة وهي نصرة ما حدث في المسجد الأقصى وللحرم الشريف إلى منظمة تتحول ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة من حيث الدول الأعضاء ل 57 دولة، فهي صوت جامع للأمة الإسلامية. ولكن الفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رؤية وحلم هذين الملكين العظيمين رحمهم الله، حتى تحولت الآن لله الحمد والشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس اليوم الذي أتحفنا بكلمة طيبة وكلمة سامية وافية، وكذلك لدولة المقر المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أيضا يجسدان الرؤية التي المؤسسان سعى إليهما وهو توحيد كلمة المسلمين في جميع المواقف.